ورحمة الله وبركاته. لو انتوا حاسين ان انتوا واسرتكم بخير من فيروس كورونا، يلا بينا نصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. عليك يا حبيبي يا رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، والحمد لله والشكر لله. ربنا لا تجعلنا فتنة لقوم الظالمين، ربنا لا تجعلنا فتنة لقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. آمين يا رب العالمين.